قلت عليك ما جبرتش فين تصلي، مشيت للسعوديه تصلي كاع الجمعه هنا ما قلتلكش تمشي تصلي، ماشي مشيت تصلي، مشيت بدلت ولادك وبناتك باش يمشيو يلعبوا بهم الفساق والفجار وتعلمهم المعصيه كيف. انت الاسلام خصو نوع ما من خصو شويه ديال الوقت الانسان على رجليه. قال لي جاتو الربا حلال، الزنا حلال، سميتو التعريف حلال، المخدرات حلال، كل شيء. وغير اللي جات حنا على جاي معليش معليش ما بقى لنا من الدين والو، ما بقى لنا ما نشدو دوك صافي ضيعنا كل شيء. ولذلك لا يمكن ان ينصرنا الله تعالى على الأخ. شوفوا كيفاش ينصرنا الناس ويتصورنا اننا مع غير اكتسابنا الاسلام نصرات. على كل حال تحترم وجودنا، تحترم وجودنا، فما بالك لو اننا عشنا بهذا الاسلام حقيقه. اقتصاد اسلامي، مش اقتصاد اسلامي هو البنك، لا، اقتصاد اسلامي هو من اول فرانك يمشي خصو يمشي تبيع بالحلال وتشري بالحلال، ها، ما تديش ديال الناس، ما تخدلبش. روح انت الان تمشي عندك يقول مسلم الى تغفلها يلعب لك بالميزان. هذاك واحد ما وصل واحد الربوع ديال الحميشه كيقول واحد دار له واحد الضلفه ديال واحد الكاغط قداش، نص كاغط ونص نص لحم كل. وقال والله يقبل من الناس اذا حنا صلينا وحنا صمنا الله يقبل. خارج صليت التراويح، واش التراويح اللي صليت انت؟ كليت مراه فقيره مسكينه باش خص الناس يعرفوا بلي هذا الاسلام هو هذا التربيه. حنا هذه التربيه ما حناش نشوفوها لما نمشيو نشوفوا، بحيث ولات الشكوى كل شيء. واحد يجي يقول له راني شريت العسل، شمتوك بلا ما يشوفها، شمتوك شريت هذا العسل، واحد كيقول له واحد الزيت بلديه، ها يمشي متهم شوش هذاك، راه جيني نوريك واحد اخر لك، راه واحد السيد خدم لك واحد الدار كذا، راه نص داهلك، راه واحد البناي راه كيقول. وشوفوا الكبير يخطف والصغير يخطف، ومن بعد كل واحد يشكي. اسيدي الفساد كثر، الفساد لما يكثر راه تولي ما يبقاش، راه بحال كل شيء حال يشموها الجميع، كل واحد يكون يدي حقه. ولذلك وين الامه ان شاء الله ما غاديش تبقى فيها. انا دائما نقول لكم خصنا نتفائلوا بمستقبل الاسلام، لان أنا فعلا انا اؤمن، ولكن انا الان فاش نشوف الاسلام نشوف واحد المجموعه ديال الشباب اللي تقفوا وقراوا ويكرهوهم المنافقين وعداء الله، يكرهوهم، ولكن احنا خصنا نحبوهم ويبذلوا واحد الجهد الان مستميت باش يعطوا لي. نقول بعض المرات راه الامل ديالنا نشوفوا بعض المرات نشوفوا مستشفيات ونجبروا بعض الاطباء ناس اولياء الله، فعلا اولياء الله، ما يتشدوش الرشوة ويتفانوا معك من الصباح وفي العشية مع الجميع، ماشي مع كذا. نعرف باللي هادو مازال يأمنوا بالإسلام. نجبر بعض التجار الصغار وكذا يسولك هذه حلال وهذه حرام وهذه واش هذه ربا واش هذه بغيتي دير كذا. الأمة فيها الخير، وهذا الخير خصنا نحافظوا عليه وندافعوا عليه، ولكن هذا البلاد من المبرهش وبلاد من المخلط وبلاد اللي قابض الدين يصنعوا كما يبغي ويدير 100 سبحان الله، يبغي يدخل بها الجنه ويبقى عاطي تخربق وعاطي حياته كلها عايشه خارج الاسلام، وفي النفس الاول يشوف روحهم اللي راه في السماء وراه يدير روحهم الاولياء الله والصالحين وكذا، هو كل شيء حرام كلها داروا في كرشو. هذا الدين هذا ماشي هو الدين اللي غادي يقيم العدل. الدين هو ما ترك عليه محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه، في هذا الصدق وبالقوة ديال التمسك بالدين والحرص على العبادات والحرص على شعائر الإسلام. وحينئذ سنزداد إن شاء الله الآن هذا بهذا الشيء كل ما يقع سنزداد إن شاء الله محبة لهذا الإسلام وتمسكا بهذا الإسلام وعزة بهذا الإسلام، ونعرف أن الإسلام فعلا إذا لم نكن نحن نعرفه كما يجب فالآخرون يعرفونه ويخافون منه، لا لأنه يخوف ولكن لأنه القدر. الإسلام سيبلغ كل جهة وهم يتخوفون أن يصل إليهم وأن يفوت عليهم مصالحهم. الكنيسة تكذب على الناس وتسرقهم وتأكل أموالهم، الله سبحانه وتعالى فضحهم في البداية إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس، وهم إلى الآن يفعلون ذلك ولهم مع ذلك مصروفات كبيرة جدا. الكنيسة الألمانية من أكثر المؤسسات غنى في العالم، ومع ذلك فإن عطاءها ومردوديتها الآن خفضت بشكل كثير. هؤلاء يقولون إذا استمر الأمر هكذا من وجوه كثيرة، لا من جانب إقبال الناس على الإسلام، ولا من جانب النمو الديموغرافي، ولا من جانب رجوع المسلمين إلى الإسلام، هذه كلها مؤشرات تدل على أن الإسلام سيصير هو الدين الذي يعم البشرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا انتصار الإسلام وعزة الإسلام، وأن يدافع عن هذا الدين وعن المؤمنين بهذا الدين، وأن يكثر إن شاء الله هذه قوة هذه الجماهير التي تتمسك بالإسلام وتنحاز إليه وتدافع عن هذا الدين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.